خلصنا الجيلبرت تيست بناء على مين؟ بناء على اللي هي الدي سي اس. هسه بدنا نروح للجيلبرت تيست بناء على مين؟ على الجي سي اف. ولاحظ دائما اي شيء اسمه سواء تيست او اي بروسيس وفيها الدي سي اف لازم يكون معها سيمنتينس. ليش؟ جي سي اف او فيها الجي سي اف لازم يكون سيمنتينس معها مين؟ الدي سي اف. عشان كله بيعتمد على مين؟ على الخطوه هاي اللي هي الايجن فاليوز. هل هي عباره عن ديستنكت ولا ريبيت؟ معناته واحده منهم لازم دائما تكون ساتسفايد. وبالتالي في المحاضره الماضيه افترضنا اللي هو الجي سي اف سوري الدي سي اف اللي كان الايجن فاليوز شمالهم ديستنكت. وبالتالي هناك اذا كان الديستنكت قلنا بروسيد، واذا كان الريبيت قلنا وقف. هون صار العكس، اذا كان الديستنكت ستوب، وين لازم نروح؟ للدي سي اف. واذا كان ريبيتد معناته كمل انت بالكوريكت دايركشن من خطوه واحد وانزل او انزل لخطوه وين؟ انزل لهون. وين الاي تي؟ ايوه هذول، روح لهون. ايوه بقول لك الخطوه الرابعه هاي بعد ما سوينا الترانسفورميشن ماتريكس حسبناها بدون الدخول بالتفاصيل، هذا كله وين مر معنا اللي من خطوه واحد لخطوه ثلاث؟ بالسيميلاريتي. سيميلاريتي ايش؟ ترانسفورميشن. بالتالي انا شايفها من خطوه واحد لخطوه ثلاث سيميلاريتي ترانسفورميشن، مش راح نعيدها. بقول لك اوجد مين؟ الاي تي والبي تي. والاي تي بحالتنا هون شو راح تطلع؟ جوردن ماتريكس. واحنا مفترضين هون انه لمدا 1 هيها اطلع لي شوي بدون ما تطلع من هون، اطلع لي شوي هيها لمدا 1 بس هي طويله. لمدا 1 مفترضينها هاو ماني تايمز ريبيتد؟ وعندي البقيه لحظه هي لمدا 1 1 2 لحد وين؟ لمدا 1 ار، والبقيه من ار بلس 1 لان شو مالهم؟ ديستنت. وبالتالي يا شباب بناء على الفرضيه هاي انزل فرجيني الاي. هاو ماني جوردن بلوكس دو وي هاف؟ هاو ماني جوردن بلوكس دو وي هاف؟ يتيم بس السايز تبعه ار باي ار، صح ولا لا؟ هي اللي هو هذا هو جوردن بلوك. اوكي يا شامة اللمدا 1 نفسها جاي على الدياجونال فوق الدياجونال يونتس، والبقيه هذول شو مالهم؟ هذول الديستنكت اللي هي من ار بلس 1 لا ان. بالتالي هاي الاي تي بنحسبها، بس الاي تي مش هي المربط. مين المربط؟ البي تي زي ما حكينا وين؟ في الدي سي اف. مش احنا يوم عملنا تشيك او الانسبكشن لا نظريه مين؟ الكنترولابيلتي، قلنا لك بنتفرج في الدي سي اف على مين؟ على البي تي. بالتالي ستيل احنا هون كل شغلنا على مين؟ على البي تي. طيب لاحظ هاي النقطه الخامسه، خلينا نشوفها. قاعد بتقفز يعني. اوكي ان شاء الله، بقول لك ذا سيستم وذ ريبيتد ايجن فاليوز معناته جي سي اف از كومبليتلي ستيت كنترولبل اف اند اونلي اف. اوكي. في شرط هذا حكيناه زمان اي ثينك في الشابتر تبع 1. اوكي ان شاء الله، انه يوم نسوي احنا جوردن بلوكس اوكي ممنوع يكون تو جوردن بلوكس مربوطات مع مين؟ مع نفس الايجن فاليو. يعني هذا متى بتطبق؟ يوم يكون عدد الريبيتابيليتي تبعت الايجن فاليو قديش المينيمم؟ ها؟ حتى يصير عندي هذا يعني واحد دبساته مي حتى يسوي لي هذا الحكي، يصير عندي تو جوردن بلوكس. قديش المينيمم اوردر اوف ريبيتابيليتي للايجن فاليو ريبيتد؟ هل لازم يكون اربعه؟ لو كان اثنين بصير عندي ريبيتد؟ شو مالكم قاعدين تتفرجوا علي؟ اوكي هذا ان شاء الله بقول لك نو تو جوردن بلوكس ممنوع، يعني اثنين يكونوا ايش؟ اسوشيتد وذ سيم ايجن فاليو. يعني لمدا 1 اجي اقسمها 1 جوردن بلوك 2 باي 2 وبعدين انذر جوردن بلوك بيجي بعديها 2 باي 2 بقول لك هذا ممنوع. كل ايجن فاليو ريبيتد لها 1 اند اونلي 1 جوردن بلوك. وبالتالي نشامة هذا شو المينيمم اوردر تبع الريبيتابيليتي؟ اربعه. اما اثنين
لا بيطلع 1 جوردن بلوك، 3 بيطلع 2 باثنين وواحد ما بيطلع جوردن بلوك، ايفن ذو انه غلط. بس هون يا نشامه متى بيطلع جوردن بلوك بمفهوم جوردن بلوك؟ بيطلع اذا كان الاربعه بيطلع 2 باي 2 باي 2 و 2 باي 2، وهذا الحكي تخبيص، لازم اي شيء ريبيتد يكون انفولد ان 1 جوردن بلوك، غير هيك الديفيجن تبعك للايجن فاليوز تخبيص. تيجي تقسم لي العرب عربين وهم ايش؟ من عيله واحده. والحتى نشامه اخوان اربعه، تيجي تقسم لي اياهم هذول مجموعه A وهذول مجموعه B، طبعا هم كلهم من عيله واحده، وبالتالي هذا بس عباره عن شرط. ايش؟ لواحد دبساته مي 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 كثير. وبالتالي هذا مفروغ منه، الاصل ما نحصل عليه، بس تذكير انه ممنوع يكون تو جوردن بلوكس لنفس الايجن فاليو. الشرط الثاني بقول لك الاليمنتس اوف ذا رو اوف البي تي اللي مقابل لمين؟ لللاست رو اوف الجوردن بلوك ار نوت اول زيروز. مين اللاست رو؟ اللي هو الار رو. ارجع لمين؟ ارجع للاي. لاحظ هون هاي جوردن بلوك، بقول لك هذا عبارة عن اللاست رو تبع جوردن بلوك في الاي، صح؟ اللي هو الارث، الارث رو. بنروح لمين؟ بنروح للبي. بنتفرج على مين؟ على الارث رو. وين؟ في البي. بقول لك هذا اللاست رو في البي ممنوع يكون كله زيروز. اما من الفيرست رو حالتنا هون، لاحظ يا نشامه بديش عباره عن دبساتك تكون مي. احنا قلنا في عندنا فلكسبيليتي، وانا في كل الهاند اوت حاطين جوردن بلوك وين؟ في البدايه. بس قلنا لك انت في جوردن بلوك حر وين محلات بتحطها؟ اما في البدايه او في النهايه او ساندويتش، صح؟ حكيناها هاي. بس احنا هون بنحكي ان جنرال، لو كان عندك يعني تفهم المبدا وبناء على يقيس. بالتالي وين الجوردن بلوك؟ سواء كان في البدايه ولا في النهاية ولا بالنص، تروح على آخر رو من الجوردن بلوك. هل آخر رو هذا يعادل ديستنكت؟ هل هو كله زيروز ما عدا لمدا 1 ار؟ هل هو سيميلر لهذول؟ بينما كل البلوكس اللي من جوردن هذا هل فيهم يونيتيز هون؟ معناته مين أقرب شيء من الروز تبعت الجوردن بلوك للديستنكت؟ الأخير. وبالتالي بتطبق ما يطبق على مين؟ على الديستنكت، على اخر رو في الجوردن بلوك. كون ايش اخر رو؟ بيكون ما في عندي، مش هاي الاي هي اللي بتربط اكس دوت مع اكس، صح؟ الاي هي اللي بتربط اكس دوت مع اكس. بالتالي تعالوا لي مع هاي، هاي يوم اجي احولها من الايكويشن فور، من الماتريكس فورمات الايكويشن فورمات، شو راح تطلع؟ اكس 1 دوت راح تطلع لامدا 1 1 في x1 بلس وات؟ x2. الثاني x2 دوت يساوي لندا 1 2 في مين؟ في x2 بلس x3، صح؟ بالتالي هل هذا ديكبلد؟ شو ديكبلد؟ قلنا لك يعني لازم كل ستيت فاريبل تكون معلقه لحالها، x1 دوت مع x1، x2 دوت مع x2. بالتالي هل كل الروز هذول من الاول لقبل الاخير في ديكبلينج؟ لا، كل وحدة مربوطة مع مين؟ مع البعدية. مين اللي بقول لك ها أنا ذا، أنا هون متربع على العرش وماليش دخل بالبعدية؟ هاي عبارة عن بتكون كل أصفار، وبالتالي هل هاي معاملتها معاملة ديستنكت؟ بالتالي كل هذا بح ما بتتفرج عليه. وين بتتفرج؟ تتفرج على اللاست رو تبع مين؟ تبع الجوردن بلوك هذا اللي هو الارث رو. وبعدين بتروح وين؟ مش على الايه، بتروح. انا قاعد بفسر لك هون ليش اخذنا اللاست رو من البي. اوكي، اللاست رو من الايه اللي هو بده نفسه يكون اللي هو الكورسبوندنج رو، اللي هو الارث رو من مين؟ من البي. هذا الارث رو هو عباره عن يعامل معامله الديستنكت. بعدين بنروح على البي بنشوف الارث رو من البي، هل كل الرو هذاك زيروز؟ اذا زيروز معناته ايش؟ not completely controllable. اذا كان
not all zeros معناته ايش؟ بيكون كنترابل provided انه هذول البقية distinct شو ماله؟ يكون برضو ولا واحد منهم الرو تبعه كله zeros وين؟ في البي تي. بالتالي هون نشا ما الزبدة عيد لكم الزبدة من اول رو في البي تي للرو الار ماينس 1 هذول ما بنتفرج عليهم. لو كان الكل هن زيروز هذول دونت كير كونديشن هن وقلتهم. مين اللي بهمني؟ اللي بهمني من اللاست رو في الجوردن بلوك اللي هي الارض رو في البي لحد اخر رو. لازم هذول الروز اذا افترضنا هذا الكونفيجريشن لازم هذول الروز شو مالهم؟ من الارض رو في البي اذا كان جوردن بلوك في البدايه وي هاف 1 جوردن بلوك. من الارث رو في البي لغايه الانث رو ممنوع يكون ايش؟ ولا رو من هذول الروز كله زيرو. اما من الفيرست رو للار ماينس 1 رو اسيومينج ذيس كونفيجريشن لو كان زيروز بأثر لا هن للصد ولا للرد ولا لعزات الزمان. لا بهش ولا بنش. وضحت؟ طب خلينا نشوف هون. ارجع لي بقول لك نوت وجوردن بلوكس مفهومه. بقول لك الاليمنتس تبعات اخر رو في كل جوردن بلوك ممنوع ايش؟ كلهم زيروز. والبقيه حرام تبعات الديستنكت. برضه بقول لك الرو في البي تي اللي مماثل لمين؟ للديستنكت ممنوع يكون كلهم زيروز. وضحت؟ اي سؤال يا نشام؟ بالتالي مربط الفرس اي جوردن بلوك بس اخر رو هو اللي بهمني. كله غيره ما لي دخل فيه في الجوردن بلوك. والديستنكت بطبق عليها نفس مبدا مين؟ نفس مبدا دي سي اف. وضحت؟ اي سؤال يا نشام؟ اي سؤال يا نشام؟ اي سؤال يا شباب؟ اي سؤال يا شباب؟ واضح؟ اللي عنده سؤال يطرحه بالطول وبالعرض حط ما علي تساله. طلعوا لي شيء من قاع الديسك. اوكي يا نشام. بالتالي بدي اعطيكم بونص. تفضل. ما قاعد بقول لي انت افهم المبدا. افهم المبدا. لو كان الجوردن بلوك اخر رو او جوردن بلوك بالاخير شو بكون؟ بيكون الديستنكت 1 جوردن بلوك بيكون الديستنكت في البدايه ممنوع الكورسبوندينج رو في البي يكون كله زيروز وبكون اخر رو في البي ممنوع يكون كله زيروز. وضحت؟ ما قلت لك within Jordan block the corresponding row of Jordan block في البي تي من اول رو للار ماينس 1 هذول وين ما كان الجوردن بلوك هذول don't care condition. وضحت؟ بغض النظر وش تبصم لي اياه في الامتحان اجيب لك جوردن بلوك بالنص يمكن عباره عن بالاخير. بالتالي انت هون افهم المبدا. المبدا الجوردن بلوك من كل جوردن بلوك اذا كان السايز تبعه مثلا 3 معناته هل الفيرست والسكند روز في كل جوردن بلوك بهمن في البي تي؟ لا. مين بهمني؟ اخر واحد اللي هو الثيرد رو بس ما يعد وين؟ في البي تي. هذا ممنوع يكون كله ايش؟ كله زيروز بالاضافه للديستنت يطبق عليه ما يطبق على مين؟ على الدي سي اف. اي سؤال يا نشام؟ اي سؤال؟ واضح؟ واضح يا شباب؟ شو البونص اللي كنت بدي احكيه قبل ما عباره عن تقطع بافكاري؟ اوكي. انا نشامه اعطيتكم في البروجكت ايش؟ اللهم صل على سيدنا محمد. اعطيتكم في البروجكت اللي هي ابر تريانجولر او لور تريانجولر ماتريسيز. طلبتكم تحسبوا لي الكيو سي وخير. بس ما وصلنا لمرحله مين؟ اللي هي الكنترولابيلتي. صح؟ ما وصلنا لمرحله الكونترابيلتي تيست واللي هي الجلبرت تيست. في لمين؟ في للابر وللور راح يكون في رولز للكونترابيلتي وبعدين راح يمر معنا رولز للاوبزرفابيلتي. اللي بيشتق لي الرولز الصحيحه اذا كان عندي الماتريكس، لاحظ هاي شو بتتطلب؟ تتطلب parallel decomposition اما دي سي اف او جي سي اف. هسه الابر او اللور بناء على التاسك تبعك
بدك عباره عن تعمل لي ديريفيشن اللي يكون فالد على اي فورم اوف ابر اور لوور ماتريكس، وتقول لي هذا الشرط يعني بدك تطلع لي ما يعادل هاي بس مش للدي سي اف او الجي سي اف، بدك تطلع لي اياها لمين؟ للور او الابر تريانجولر ماتريكس. واضح؟ واضح البطو؟ بعيده مره ثانيه. هون احنا ناقشنا التست الكرمان، الكرمان حط لي على جانب. حكينا لكم البلوك اللي في البدايه في المحاضره الماضيه انه في البدايه كرمان هذا بيفتح لك الطريق تعمل تيست فول اوردر رانك فول، معناته ايش؟ اطلع يعني كومبليت ستيت كنترولبل. هل في داعي تروح للجلبرت بنوعيه؟ لا. اما اذا كان نوت فول اوردر نوت فول رانك معناته بدك تروح لمين؟ للجلبرت، والجلبرت يا اما مين؟ يا اما دي سي اف او جي سي اف. وبناء عليه اخذنا الرولز للكنترولابيلتي في الدي سي اف وفي الجي سي اف. هذول المطلوب منكم على البونص، هذا بونص اوكي نشامه، انه ايش؟ انه تطلع لي سيميلر رولز لمين؟ لللور والابر تريانجولر ماتريسيز، تطلع لي سيميلر رولز زي هذا، تقول لي بتروح على البي، بتروح على السي، بتروح على المريخ، اوكي؟ بتقول لي بدك تطلع لي رول اللي عباره عن ما يعادل البي سي اف والجي سي اف بس لمين؟ لللور والابر. على الكنترولابيلتي بعطيكم خمس علامات بونص لاول واحد بيسويها، وعلى الاوبزرفابيلتي اللي راح تجينا برضه خمس علامات. واضح؟ واضح يا نشامة ولا اعيد؟ بدكم مزيد؟ مزيد من الشرح مش مزيد من علامات. اوكي نشامة. بالتالي انا اعطيتكم اللور والابر، مش دي سي اف او جي سي اف ومش الجلبرت، يعني احنا بدنا نطلع طريقه ثالثه اللي هي لو كان عندي الكالمان قلنا جنرال، بدي يصير الفلو شارت تبعي انه كالمان فول اوردر كومبليت ستيت كنترولبل، اوكي؟ نوت فول رانك، بنروح لمين كنا نحكي؟ كنا نحكي بنروح للبارلل اللي هو اما دي سي اف او جي سي اف، بدنا نضيف عليه برانش جديد، بدنا نضيف عليه تفريعه جديده. عندنا خيارين، يا اما بارلل والبارلل بتروح على اثنين، او ايش؟ برانش جديد. برانش جديد انه نقول له روح على الكاسكيد لور او ابر، وبدنا نحط الرولز تبعات مين؟ الكنترولابيلتي في حاله اللور والابر، والاوبزرفابيلتي في حاله مين؟ اللور والابر. واضح؟ على كل واحد من هذول خمس علامات مباركات على قلوبكم. هذول حتى الرول باسمنا. بتحط الرول باسمنا. وش الرول باسمنا؟ اين يجمعكم؟ طيب. الكاسكيد بيكون كلياتهم معتمدين على الرول اصلا. خلص عباره عن انا مطلوبي واضح؟ اوكي؟ بالتالي بدي توجدوا لي رول، خبى عندي الرول بدي اسميه باسمك. عرفته بس انا مش حاضر، اوكي؟ فبالتالي بدي تطلعي لي الرول بحيث انه ايش؟ بحيث انه تقولوا لي لللور يعني مطلوب لور ابر كنترولابيلتي، ولور ابر اوبزرفابيلتي، لور ابر كنترولابيلتي خمس علامات، ولور ابر اوبزرفابيلتي خمس علامات، حل الاثنين 10 علامات، يا حبيبي وضعك صار ايش؟ وضعك صار حريقه. اوكي نشامة، وضعك صار حريقه باذن الله. وبالتالي نشامة واضح المطلوب؟ انسى هسه نشامة بقول لك if the elements of the row of bt that correspond to the last row of each Jordan block are all zeros، ركز معي، then all of the r states، all of the r states شو مالها؟ وين رحت؟ انا بس كنت وين زي ما خوفتني انا خوفك خوفك لا
حول الله بطل يعرفوا احنا. هاي 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 ما قلت لك حرك انا المصيبة. اوكي اللهم صل على النبي. خلي ايدك حنينة، انت عندك السنسيتيفيتي عالية. يعني انت لو تيجي تمسك راديوهات ايام زمان، راديوهات ايام زمان هذول اللي عبارة عن مش ديجيتال انالوج، اوكي، بتكون على محطة عمان، مش دارك قديش كان ترددها، 500 ولا 600 هيرتز كيلو هيرتز سوري، وبتغير الهذا وانك ناطعة 1000، والرينج تبعك من 500 ولا 600 ل 1500، ناسي الرينج هذا. فبالتالي فحشتك عبارة عن ايش؟ اذا نطيت من هون فحشتك الثانية بتكون على الشارع اللي قدام، ما بتمشي شوي شوي، بدها شوي، بدها حنية، بدها حنية يا علي، فعليتني يا علي. اوكي، الفيرمنس اوف بي تي قطعتها بالافكار اللي هي تبعت اللاست رو اوف ايت جوردن بلوك ار اول زيروز. هون ما بحكي عن وان ستيت، هو عبارة عن مين؟ ان كنترولبل. هون بقول لك كل الار ستيتس تبعتها ريبيتد كلياتهم قلم قايم شو مالهم؟ ان كنترولبل. هل هذا كان يصادفنا بالدي سي اف؟ لا، الدي سي اف كل واحد لحاله، كل واحد لحاله. بالتالي هاي ملاحظه مهمه جدا جدا جدا، عشان انه اذا اخر واحد في الجوردن بلوك كان ان كنترولبل، كل اللي فوقه في الجوردن بلوك راح يطلع خارج التغذية. خلينا نشوف بالله هاي بس اعلم لكم عليها. اوكي طيب، هون if the elements of bt that correspond to the distinct are all zeros then لاحظوا نقول لك the corresponding mean. هون احنا بنتعامل بالدي سي اف كل شاب علقه معركوها لحال، بينما في الجوردن بلوك يا اما كلهن كنترولبل يا اما كلهن ايش؟ ان كنترولبل. تبعات مين؟ تبعات الريبيت. اما الديستنت كل واحد بيضل ايش؟ لحاله. وضحت يا نشامه؟ طيب خلينا نشوف. انا بالله انزل لي شوي شوي بس خلينا نشوف في رسمه عندنا. انزل انزل في رسمه، خلينا نشوف اول رسمه بعدين نرجع لهون. فتح الصفحه، انزل انزل انزل. وين الرسمه؟ في رسمه. انزل انزل، ما فيش رسمه. انزل، لا لا لا، الرسمات اللي هي الستيت ديجرام بناء على ال. انزل انزل، خليني بس اربط لكم اياها. لا في لقدام. شو هاي؟ اوبزرفابيلتي صفحه 32 فيه. في؟ 32. طيب انزل. وين في؟ هاي اكزاكت، يا حلاوه. طيب وقفوا. اوكي ايش؟ انزل انزل انزل. لا لسه انزل. في كمان 51 لازم يكون هون، هذا اللي يكون يكون زيرو. في انا متاكد في بس 50 51 لا مش هذا. تبعت الجي سي اف انزل تبعت الجي سي اف 55 فيها زيرو بس بهاي ما يعادل هاي تكون زيرو. انزل 55 عندي كم؟ في واحدة زيرو. ايه وبعدين صفحة 67 انزل صفر 67. انا مثل ما انا شايفكم في بس 67 كل هذه الحالات عبارة عن مغطي لكم اياها بحيث انه تخش المعلومة على راسكم بس. ايوه 67 ايوه. لا اول مره لما اشوف هذا الزيرو. ما بدريش ما بدريش، هذا عباره عن علي نط. لا في واحد كان على اول واحد طالع زيرو. لا هذا نشام، انا عندي هون لاحظ، هل متذكرين هاي الرسمه؟ هاو ماني ريبيتد ايجن فاليوز ار ذير؟ هاي الثلاثه الماينس 1 ريبيتد 3 تايمز والبقيه تست. اوكي نشام لاحظ احنا البي، البي اذا بترجعوا لي الستيت ديجرام، هذه هي الرابط اللي هون صح؟ البي كانت هون اللي هي بي من يو اللي بتربط بين الاكس دوت مع اليو. طيب لاحظ هون يا نشامة، يوم يكون ايش؟ يوم يكون هذا زيرو، هذا يمثل مين؟ هل هذا يمثل اللاست رو في الجوردن بلوك؟
assuming single input system. معاك يا شباب. اذا هذا لاحظ هون اوريدي الرابط زيرو والرابط زيرو، بس عشان هيك مش حاطينه. اوكي، اذا هذا كان زيرو معناته هل هذول الثلاثه صفن زي عباره عن اللي شلنا الرافع والهواء راح يقع. اذا كان هذا زيرو اوريدي، هذا زيرو وهذا زيرو، معناته يا شباب لو كان هذا زيرو وهذا زيرو هون نون زيرو، هذا يعادل ايش؟ يعادل انه اللاست رو هون بعيدها مره ثانيه، هاي البرانش جين هذا يعادل مين؟ يعادل اللاست رو ان ايت جوردن بلوك، وهذول الانديفيدوال يعادل الجينز تبعات البي وين؟ للديستنت. وجود اي اليمنت هون زيرو معناته ذات ديستنت ستيت فاريبل از وات؟ انكنترولبل، شنو البي تبعها بده يكون ايش؟ زيرو. بينما هون لاحظين يا شباب هاي اوريدي زيرو وهذا اوريدي زيرو، وهذه رسمتين اللي هي ايش اللي شباب رسمها؟ كانت اللي هي رسمه ايش؟ اللي هي الجي سي اف. الجي سي اف بس بناء على مين؟ بناء على وين الرسمه هاي؟ بناء على السي سي اف ولا الجي او سي اف؟ بناء على الاو سي اف. انسى. اوكي يا شباب، بالتالي انا هذه يا شباب مجرد ما كان زيرو معناته هل اكس 3 دوت صارت خارج التغطيه؟ طيب واكس 3 دوت مش هي اللي كانت تشحد وتساعد مين؟ اكس 2 دوت. معناته اكس 2 دوت شو صارت؟ خارج التغطيه. واكس 2 دوت مش هي اللي كانت ماده ايدها لمين؟ لاكس 1 دوت. بالتالي هل الثلاثه صفن خارج التغطيه؟ بينما يوم يكون هذا نون زيرو وهذا اوريدي زيرو زيرو، هل اكس 3 دوت كنترولبل؟ يوم يكون هون اكس 3 دوت هذا البرانش نون زيرو، هل اكس 3 دوت كنترولبل؟ بس هاي لاحظ ماده ايدها زي تخيل واحد عندك ثلاثه غرقانين، اذا كان واحد منهم رجليه على الشط ومد ايديه مش بيمسك هذولاك بيقدر يطلعهم، بس اذا الثلاثه بنص البحر لو مسكوا بايدين بعض وصلوا حالهم للشط. بالتالي هو نفس الشيء، اذا كان هذا يعادل مين؟ هذا يعادل اللاست رو ان اي جوردن بلوك. لاحظ هذا اكس 1 واكس 2 اكس 3 دوت، يعني هذا اللي بكون 3 باي 3 هذا يعادل اكس 3 اللاست رو بجوردن بلوك. اذا بنتفرج على البي هون بحكي عن سنجل انبوت، بس ان تيرمز اوف مالتي انبوت بده يكون رو. وبالتالي اذا كان هذا اخر اليمنت في كل جوردن بلوك من مين؟ من الجوردن بلوكس يساوي زيروس كلياته، معناته كل الجوردن بلوك صار خارج التغطيه ولا لا؟ كل ستيتس، ما بحكي عن انديفيدوال، شنو هذول الاثنين كل اللي فوقيه من 1 ل ار ماينس 1، وهون الار قديش؟ هون الار 3، مش حكينا الار اللي هي ريبيتابيلتي ولا لا؟ وهنا المفترض الار 3 اللي هي 3 ريبيتد ايجن فاليوز ماينس 1 من 1 و 2 they are dependent on 3، معناته جوردن بلوك 3 باي 3، معناته 1 و 2 already dependent على مين؟ على 3. وبالتالي اخر اذا نتفرج على البي، اذا كان اخر رو في البي كورسبوندينج مين؟ لاخر element او للاست اللهم صل على الستيت في جوردن بلوك اللي اكس 3 يساوي زيرو، معناته كل الستيت تبعات في جوردن بلوك شو مالها؟ بالتالي يا اما كله بيخرج يا اما كله ايش؟ يا اما كله بنجو. ما في اجيب لك في الامتحان اقول لك في عندك جوردن بلوك اعطيك سيستم واقول لك هذا زيرو واقول لك اكس 1 واكس 2 او اكس 1 عباره عن كنترولبل واكس 2 اكس 3 ان كنترولبل. هذول كلهم راكبات وين؟ بمركب واحد، يا كلهم بخرجن يا كلهم عباره عن بصلن لقارب النجاه. واضح يا شباب؟ اي سؤال؟ بس حبيت اربط لكم الامور ببعضها على اساس ما تصيروا تقولوا كيف هذا شو دخل، وتصيروا تغمضوا عيونكم وتصيروا تتفرجوا على السقف. اوكي؟ وبالتالي واضحه النقطه هاي؟ كل الامور معلقه وين؟ باخر شيء، عشان اخر ستيت هو اللي له لينك مع مين؟ مع اليو، كل اللي فوقيه ما له لينك، وهذا رسمناه في الديكومبوزيشن. اخذناه بالتفصيل، بالتالي كل اي شيء جوردن بلوك مربوط بس اخر ستيت منه مع اليو، والبقيه زيرو برانشز. هذا لو بدي ارسمه زيرو وهذا زيرو، بالتالي هذا الحبل اذا انقطع
معناته هالصف اي خط واصل بين اليو وبين الاكسس كل الفيديودن بلوك؟ لا، معناته كل هالغرقل. واذا هذا الحبل موجود معناته هاي بتتحكم بهاي وهاي بتعدي هاي وهاي بتعدي هاي، معناته كل ستيت سبعات الجوردن بلوك شو مالها؟ كنترولبل. بالتالي اما كل الار ستيتس كنترولبل او الار ستيتس ان كنترولبل. وضحت الحقيقه؟ اي سؤال يا نشا؟ اي سؤال؟ بديش تبص مبصم، ما بدي تبص مبصم، بدي المعلومه تكون خاشه على مخك وعلى المخيخ ومستقره وخشت على الرم غصبت عنك. واضح يا نشامه؟ اي سؤال؟ هاي هي ليش اخذنا اخر رو؟ هذا طبعا نحكي عن سنجل انبوت، بس لو انا عندي مالتي انبوت اوكي نشامه بدي يكون سيميلر جراف لهذول اللوبس، بس جاي هاي من يو 1 بصير لها واحده ثانيه من يو 2 لحد يو ام، وبالتالي هذول بضل نفس في المالتي انبوت، بس اللي بيختلف مين؟ اللي بيختلف اللي هي الاوتبوتس، واللي بيختلف مين؟ اللي هي السي والبي ماتريسيز. اما الاي سواء سنجل انبوت وسنجل او مالتي انبوت، الاي بتضل ايش؟ نفسها، وبالتالي هذول اللوبس بضل نفسها. مين بيختلف؟ هاي تعادل السي. واذا بترجعوا لي كله ناقشناه في الديكومبوزيشن، مش كان هذول كان يوم كنا نحط هون يونيتيز كان هن الريزيديوز، ويوم كنا نشتغل على الاو سي اف كان هذول يونيتيز هون مين؟ نحكي نحط ريزيديوز. كل هذا ناقشناه ودفناه. وبالتالي يا نشامه هاي هي نقطه مربط الفرس، انه اخر رو في كل جوردن بلوك اذا كان زيرو كلياته معناته كل الجوردن بلوك ار ستيتس ذي ار انكنترولبل، ورجع لي على محل ما كنا. اوكي نشامه هذا حكيناه وقلنا لك للديستينكت انديفيدوال كل ستيت لحاله. طيب هسا بنرجع زي ما اشتقينا حاله مين؟ زي ما اشتقينا حاله اللي هي الدي سي اف، بدنا نشتق لكم حاله مين؟ الجي سي اف. اوكي عندنا الاكس از ايكوال تو 2 تي في زد، وهي الستيت ديفرنشال ايكويشن ان زد، وهي الزد، وهي عباره عن الاي. هي الاي موجوده قدام، انزل والله فرجينا الاي. هي فيها جوردن بلوك زي ما حكينا، فيها جوردن بلوك والسايز تبعه قديش؟ ار باي ار، عشان احنا مفترضين لمدا 1 از ريبيتد ار تايمز والبقيه ديستنت. وافترضنا يا نشامه لاحظ يوم اطلع البي هل كل الروز راح تكون زيروز من اول رو فيها لوين؟ للار ماينس 1 رو؟ شنو؟ ارجع للفيجر اللي قبل شوي، مش من اول ستيت هل في اي كونكشن مع اليو؟ بس اخر عباره عن ستيت اللي هو الجوردن بلوك هو اللي كان رابط، اما الباقي كله زيروز. وبالتالي لاحظ هي البي من اول رو للار ماينس 1 كله زيروز، صح؟ طيب وين بلش؟ هي هذا الريليتد لمين؟ لللاست رو تبع مين؟ تبع الريبيتد اللي هو جوردن بلوك، والبقيه انزل. لاحظ انا فاصل لك، هذا عباره عن البي تبعات الجوردن بلوك، ومن هون لاحظ هون بي ار، هون شو الاندكس تبعنا؟ ار بلس 1 لوين؟ لان اوكي نشامه. وبالتالي هذول تبعات مين؟ هذول تبعات الديستنكت، هذول تبعات الديستنكت. بالتالي اذا بتلاحظوا لي اوريدي هذول كلهن عباره عن ايش؟ زيروز. مين اللي بخليهن عباره عن العامل المحدد تبعنا في انه كنترولبيتي ولا لا؟ هل هو اللاست رو في الجوردن بلوك؟ بينما هذول بنطبق عليهم نفس الرول تبع مين؟ الدي سي اف. انزل هسه يا نشامه وهي اليو. هسه لو نيجي نطلع مين؟ نطلع لللمدا 1 سوري للار ستيتس اللي هن الاولانيات من زد 1 دوت لوين؟ لزد ار دوتس. زي ما حكينا مش كل الروز في البي كلهم زيروز من ال1 لوين؟
لل R minus 1 هاي من بيانات عندي هون. لاحظ هل في من الفيرست ستيت لل R minus 1 ستيت اي كوفيشنت لليو نون زيرو؟ من بيانات فوق كلهم زيروز، وين اللي بلش نون زيرو؟ في ال R ستيت. طيب انزل شوي. طيب من ال R plus 1 لغايه ال last ستيت، هل هذا الفورمات صح؟ مفترضين بالجنرال كيس انه البي هذول عباره عن ايش؟ جنرال، ممكن يكون زيروز وممكن يكون النون زيروز. طيب يا نشام لاحظ معناته اذا بنتفرج هون، هل في سيميلاريتي بين الار ثرو مع الار بلس 1 للان؟ انه في عندي كوفيشنز، كل واحده مربوطه، كل ستيت مربوطه مع حالها صح ومع اليو، وهون كل ستيت مربوطه مع حالها ومع اليو. وبالتالي بقول لك نقدر نعمل الستيت ديفرنشال ايكويشن لا تو كاتيجوريز. انزل اول كاتيجوري من وين لوين؟ من اول واحده لغايه وين؟ ار ماينس 1. كيف كتابه الديفرنشال ايكويشن؟ زد 1 دوت از ايكوال تو لام ايش؟ لامدا 1 في زد اي، زد اي دوت سوري، لامدا 1 في زد اي بلس مين؟ زد اي بلس 1. هل في وجود اليو؟ لا. هاي من وين؟ من واحد لار ماينس 1 اللي هي القبل الاخير في الجوردن بلوك. ولهذول يعني شامل ستيتس بنلاحظ تو اوبزرفيشنز، شيء كل ستيت بتعتمد على حالها وعلى مين؟ على اللي بعديها اللي هي النكست ستيت. اوكي، وهل بتعتمد على اليو؟ لا. وهل بتعتمد على اذر ستيتس؟ لا. بالتالي ما بتعتمد على اذر ستيتس وما بتعتمد على اللي هي اليو. طيب البقيه الكاتيجوري الثاني من وين لوين؟ انزل من الزد ار لحد وين؟ زد ان. هذا الجنرال فورمات اللي هي كل ستيت بتعتمد على حالها بس، وبتعتمد على مين؟ على اليوز. بالتالي وضح من هون برضو، لاحظ احنا قاعدين بنحاول نربط لك اياها ايش؟ باكثر من سيناريو، باكثر من طريقه. جرافيكالي وضحناها، هسا هل ماثماتيكالي هون برضو الامور واضحه؟ انه اخر ستيت فاريبل وذن الجوردن بلوك اوكي مع الديستينكت اللي عباره عن ايش؟ بحدد مين؟ الكنترولابيلتي، عشان كلهم نفس الفورمات، كلهم كل ستيت فاريبل فيهم بيعتمد على حاله وعلى مين؟ على اليو. بينما اللي تبعات الجوردن بلوك الاولانيات كان كل ستيت يعتمد على حاله وعلى مين؟ على النكست. وهل في ديبندنس على اليو؟ لا. وبالتالي اوريدي هذولاك اليوز مش مغطيات. بالتالي طوق النجاة اللي هو مين؟ آخر رو وين؟ في الجوردن بلوك اللي هو الكوفيشن تبعتها تبعت البي. وبالتالي يا نشامة هون every state is dependent on itself while it's independent أو decoupled من other states، وكل state تعتمد على مين؟ على كل الانبوتس اللي هي هذول. طيب احنا حكينا في المحاضرة الماضية إذا متذكرينها إنه حتى يكون controllability، تذكر هاي الصفحة 10 ارجع فوق، يوم قلنا at least one input تبعت الدي سي اف، تبعت الدي سي اف ات ليست 1 انبوت. وين راح؟ هاي لاحظ انا عندي مجموعه من الانبوتس عددهم ام، اذا كان واحد منهم نون زيرو هل هو هذا طوق نجاه كافي ولا لا؟ هو عباره عن ما في داعي، انا عباره عن القارب وضايع نص البحر، اجى عباره عن سفينه ومدت لي الحبل، هل في داعي 100 سفينه تمد لي حبل؟ واحد من السفن تمد لي الحبل ونربط فيه، ساعتها بتجرني لقارب وين؟ لا بر النجاة. واضح يا نشامة؟ بالتالي هون ما في داعي كلهم يكونون ايش؟ ما قلنا يا نشامة لشرط الكنترولابيلتي انه all of the elements of the B should be non zero، قلنا at least ممنوع ان يكون ايش؟ all zeros، بس ما قلنا all of them should be non zero. هون فرق كبير. إذا كان at least one input وعبارة عن ايش؟ نون زيرو في رابط، معناته أمورنا تمام. بالتالي هون بالحروف يمكن يجيك بالفايل يقلب سيح عندك، يقول لك for system to be complete state controllable الكوفيشنز تبعات البي should be all نون زيرو. هذا تخبيص، لازم يكون at least one نون زيرو، وإذا كان كله زيرو يكون ايش؟ يكون ان كنترولبل. ارجع محل ما كنت 10.
وين قلنا؟ اوكي، بالتالي هون نشامة الشرط تبعنا انه لازم يكون واحد اتليست من كل رو يكون اتليست حتى يكون كنترولبل يكون ايش؟ يكون نان زيرو. غير هيك معناته اذا كان كله زيروز معناته يكون ايش؟ يكون كله ان كنترولبل. اوكي نشامة انزل. اوكي وهي بقول لك مره ثانيه ستيت رايت ستيت ايكويشن. اوكي كله هذا عباره عن بقول لك هون تكرار انه المجموعه اللي هي من الار للان اذا كان اي رو منهم عباره عن ايش؟ كله زيروز معناته ايش؟ كل الكوفيشنز هذول تبعات البي شو مالهم؟ اذا كان اي رو اللي هو الاي ثرو وين راحت؟ الجي ثرو اذا كان ايوه الجي ثرو دقيقة for the R state variable till the N state variable اللي هن هذا ال R اللي هو last في Jordan والبقية دست. طيب بقول لك هذول بتطبق عليهم هاي ال equation حكينا عنها قبل شوي. طيب بقول لك if any of the rows from the jth row حتى the nth row of the bt are all zeros then الجيث ستيت فاريبل هذاك بده يكون اذا اي واحد منه ضمن الرينج هذا اوكي اذا كان كله زيروز ذن كل اليوز هذول بده ينطيهم. كيف بده يعيد كتابته؟ وانا بحكي هون جيث رو ان جنرال بس الجي رينج تبعها من وين؟ منها من ار لا ان وبالتالي راح نعيد كتابتها كل اليوز راح يصير انبح وراح يصفي عندي هاي البارت معناته الزد جي هل بنقدر نعمل له كنترولينج من اني من الانبوتس؟ لا regardless of the nature and magnitude of the input in other words there will be ايش زي ما حكينا في السابق zero input response due to what initial conditions why the zero state response is always ايش zero regardless شو ما غيرنا في الانبوت عبارة عن كون ايش وقلتو اوكي نشان هون بنكون وقفنا هون اي سؤال يا نشان هاي مبادئ هاي مبادئ اذا فهمتها من عندي هسه بكون وضعك حريقه وما بتضل بطريقه اما اذا ما فهمتها عظم الله اجركم الحق اللي هو هون والشرح اللي هون ما موجود ولا بكتاب مش بعرض مش بجذب انا مش بستعرض قدامكم انا بحكي لك ارض الواقع روح وطلع لي اي كتاب بحكي لك الشرح هذا وراجعنا لك 20 علامه وانا بحب حدا منكم يرجع لي ويقول له هي موجود اوكي بالتالي هون نشان افهم منه اذا بتطلع من هالمحاضرات هاي فهمان معناته انت صرت ابو الكنترولابيلتي حطيت الكنترولابيلتي وين؟ بجيبت التعريف تبعنا صرت عباره عن كنترولر ديزاين في الستيت او كنترولر انجينير في الستيت سبيس ما حدا قال لك اوكي نشان وبالتالي نشان اي سؤال لغايه الاكزامبلز على المبادئ على المبادئ وراح نشوف اكزامبلز يا نشامه انه كيف بيكون معنا الامور لقدام شوي ونكمل على الاوبزرفابيلتي بالتالي هذا يا نشامه شو الهدف منه الشابتر الحالي خلصت؟ اوكي الهدف منه نبني للشابتر اللي جاي اذا كانت كنترولبل معناته وي كان ديزاين ابول بليسمنت كنترولر زي ما شرحنا في المحاضرات الماضيه نزرع الايجن فاليوز زراعه زي يوم الشجره وإذا كان نون كنترولبل معناته الزراعة ايش؟ مستحيل بده يكون عندك at least one of the states شو ماله؟ uncontrollable يعني واحدة من الايجن فاليوز تبعتك شو مالها؟ تعالق لها الشجرة تعالق لها وبدك تزرعها محل ثاني ضارب شروشها بالأرض ما بتقدر تغير اللوكيشن البقية كله شجر جديد بتمزعه هيك ولا هو طالع تحفر له جورة جديدة بتنزعه حطه بالمحل الجديد وبالتالي هون نشان هذا كله هو عباره عن للتشابتر مسك الختام اللي هو تشابتر ايش 7 هذا عباره عن بنناقش فيه كيف عمليه الديزاين للكنترولر اللي مبني على حد هون وللاوبزرفر اللي راح نشوف شو مفهومه في المحاضرات مش الجاي يمكن بعديها هون نشان في حاله الاوبزرفر ديزاين الله يعطيكم العافيه